السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كيفتيني؟ مع الصحة؟ كلشي بخير؟ كنتمناكم دائما تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد الفيديو اليوم ان شاء الله بنهار جديد، فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معاكم طاكوس منزلي اللي كيجينا رائع وكيجينا لذيذ وكيجينا غزال، وبطريقة بسيطة وطريقة اقتصادية، يعني توجديه في اي لحظة. المهم خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. عندي هنا تقريبا 20 درهم ديال لاداند، درت معاها معلقه ديال السكينجبير وتقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الخل، ولا عندكم الحامض ديروا الحامض من الاحسن. وكندير معاه واحد معلقه ديال الملحه، كنزيد عليه الماء وكنخليه يترقد مزيان، حتى كيف ما كتعرفوا الصدر ديال لاداند خصو يكون متبل باش يلا كيجينا بنين. غادي نجينا غادي ناخذ واحد البصله، غادي نقطعها على هذا الشكل هذا. المهم اللي ما عندوش هاد الاله هادي قطعها رقيقه شويه، بحال غادي نشحروا فيها بحال ديال الحشوه ديال اي حشوه. درت معاها واحد 3 فصوص ديال الثومه وغادي نقطعها مزيان. ها انتم غادي تشوفوها كيفاش غادي نقطعها. كيجينا زوين البنات هاد الطاكوس. المهم كيف ما كتشوفوا ها نتوما راه تقطعت بالزربه، يعني تقريبا في 2 دقائق كنقطعوها بلا ما ندمعوا عينينا بلا حتى شي حاجه. هذه كنت خديتها من سلا وصدقات لي فن البنات، تقريبا كنا خديناها ب 80 درهم، راه تقريبا عندها دابا شي 3 سنين ولا 3 سنين تقريبا. صافي غادي نجيب واحد المقله، غادي نحط ندير فيها ديك البصله والثومه اللي قطعت، غادي نوصل هذاك الستر ديال لاداند مزيان وغادي نخليه يتسقطر. هنا كيف ما كتشوفوا معايا ضفت شويه ديال الملح، المهم الملح اللي غادي يسكفني غادي يسقط ليا حسب الذوق. ها انتم شوفوا كيفاش تبدل اللون ديالو، وغادي ندوز باش ندير العطريه. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الابزار، وعندي معلقه ديال السكينجبير، وغندير راس المعلقه ديال الفلفله الحمراء. وهنا كندير واحد المعلقه ونص ديال الموطارد، والزيت تقريبا واحد 2 المعالق. المهم غادي يطيب لينا هاد الكميه على حسب الكميه اللي عندكم. غادي نحطها فوق البوطه وغادي نطلق عليها النار باش ما يطلقش ليا داك لادان ديال الماء. والبصله كيف ما كتعرفوا هي كتطلق الماء، خصهم يتشحروا ليا مزيان ما يطلقوش ليا الماء، وفي نفس الوقت يطيبوا. المهم انا غادي نبقى مقابلهم هما كيتشحروا وانا كنحرك فيهم حتى كيطيبوا من الفوق ومن التحت. هنايا راني قطعت البطاطا، درتها هي في شويه الملح والماء، قطعتها غادي نصفيها. هنا حطيت الزيت، غادي هاد المناسبه البنات كتشوفوني كنقلي في هاد الطنجره هادي ديال الانوكس، ما نقولش لكم كيفاش كدير الفريت. كيجي الفريت ديالها مقرمش وما نقولش لكم، والله الا كيجي الفريت ديالها كيجي زوين. كنت كنديرها في المقله ولكن ملي جربت هاد الطنجره ديال الانوكس صافي وليت كنقلي فيها. هي واخا تقلي فيها كيف كتعرفوا الانوكس راه غير كدوزي عليه الخرقه صافي كيرجع كيشعل. كيف ما شفتوا معايا هنايا انا ضفت واحد المعلقه صغيره ديال المركز ديال الطماطم او مطيشه الحك، هي اللي كتعطينا السر ديال ديك التعليكه ديال هاد الحشو هذا، باش كيجينا طاكوس معلك من الداخل. صافي غادي نخلي حتى كطيب ديك المعلقه اللي درت ديال مطيشه ديال الحك حتى كطيب مزيان. من بعد كنزيد واحد القطيرات ديال الخل، واللي اللي متوفر عنده الحامض احسن، دير واحد نص عصير ديال الحامضه
حتى كطفي عليه صافي، يعني صافي كتسالي البلانية، طفيت عليه وكنعاود نحرك مزيان صافي. كنطفي عليها وكتجي هنايا كما كتشوفوا معايا عندي هنايا الخبز ديال الطاكوس. هنا البنات ضفت عليها واحد المعلقه ديال الزعتر، وهذه لاصوص الجيريه. المهم البنات هاد الخبز كيتباع جاهز الصراحه، بلا ما كاينه دابا غير انا واختي، قلت تشهينا قلت غادي نديرو انا وياها. ماما اصلا واخا تكون ما كتاكلوش ما كتبغيش. صافي هنا كندير لاصوص ديال الجيريان، اللي ما عندوش يدير المايونيز والكيتشوب يخلطهم ويديرهم حتى هما كيجيو زوينين. هانتوما كتشوفوا هاد الحشوه كيفاش كتجي عندنا شحال معلكه، راه ما نقولش لكم المذاق ديالها كيفاش كيجي. وكتضيفي ليه ديك المعلقه ديال الزعتر كتزيد تعطيها واحد المذاق اللي كيكون رائع. المهم اللي كيبغي الزعتر يدير الزعتر كيجي زوين. غادي ندير هاد الحشوه هادي، هانتوما هي كتجينا على هاد الشكل هذا. الا شفتوا معايا ديك البصله راه دابت، بقات يعني شحرتها مزيان حتى وقفات، مبقى فيها لا ما لا والو. الطريقه راكم عارفين البنات، يعني راه دابا طاكوس ولا عندنا يعني ساهل، بغينا نصيبوه بجميع الطرق باش تصيبوه على هذا الشكل هذا. المهم كنديروه كنطوي الورقه كنديرها شكل ظرف، كيجينا تيجي مقاد في الصراحه. نعاود معكم الثانيه، تقطعات ليا الاولى هانتوما هي كتجي هكا، كتدوري وانت قابطه فيه ما تطلقيش، وتعاودي ثاني تبركي على دوك الجنيبات وكيتسدبو وحديتو. والبانيني راه سخونه، غادي نحطها فيه يطيب وندوز نوجد الاخر. هادي البنات درت هاديك البصيله اللي كتكون لتحت كاع، شاط ليا شويه بالزيت، درتها مع الصلصه. وعاد غادي نحط الفريت من بعدو، غادي ندير لاتينت. هانتوما كيف ما كتشوف معايا قاد، و غادي نعاود نزيد ندير الفريس من الفوق. ونضيف واحد شويه ديال الصلصه ديال الجيريا صافي، ونسد الطاكوس ديالي يا اختي. هاد الطاكوس كبير الصراحه، جا عامر ماشي بحال دوك جوج اللولين صافي، وكيجي على هاد الشكل هذا. هانتوما غادي نحطو في البانيني وغادي نخليه يتسنى عليه حتى كيطيب، كيجي بهاد الشكل هذا. هانتوما غادي تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل، راه كيجي رائع وكيجينا عامر مزيان، يعني غادي ما غاديش تخسري عليه كاع، يعني تاخديه كاع ب 35 درهم ولا هذا ما غاديش تخسري عليه، وغادي ياكلو شحال من واحد في الدار معاك. كيجينا على هاد الشكل هذا وكيجينا معلك من الداخل. اوكي الفيديو ديالنا غيتسالى في هاد البقيته هادي. كنقول لكم البنات الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه، ابوناو معايا وتقطعوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. واللي باقي ما تابوناش معايا مرحبا بيه يدخل القناه، باش كنتمنى لكم تبارطاجيو هاد لا فيديو لواحد العدد كبير من البارطاج واللايكات. وشكرا على المتابعه، الى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.